بيش من وراك على طول. يطلع صوتي شوية. السلام عليكم وبداية فلوج جديد من اعلى مكان في العالم كفارة عمر. لسه بدري يا عم، بقول لك اول ما قلت سلام عليكم على طول. احنا لسه طالعين من الاسم يا جدعان، طازه. انا احمد المفروض كان يبدا معايا الفيديو ده، بس هو روح نام. من احنا بقالنا بتاع مثلا يعني رحنا الاسم وبعدين طلعنا على النيابه وبعدين رحنا مش عارف فين، وكل ده عشان نطينا من على الكوبري. احمد علي هرب طبعا اول ما الاكشن اشتغل. ما لقيناهوش، اختفى. ممكن تفسر لنا الاختفاء بتاع حضرتك حصل ليه؟ انا اول ما لقيت الناس بتجري وراهم رحت خدت التليفونات على طول وفلقت على طنط على طول وروحت نمت، بس نزلت الفيديو عشان لو حصل لهم حاجه. احمد علي اكتر واحد بيخاف علينا في الدنيا دي في حاله. بص يا جدعان اللي حصل، اول ما الفيديو اتطفى احنا كنا المفروض بنصور احمد، وانا نزلت له عشان خاطر ايه ما حدش يفكر نفسه شبح يعني ولا بتعمل عيال التسول بتاعه كوبري ستانلي، كلها عيال تسول وانا بقول كلها عيال متخبطه ومتشرده. فانا نزلت له عشان ما يحصلش اي حاجه. اما نزلت له هم كانوا بلغوا البوليس وبعدين قالوا لنا انتوا لازم تتسلموا وبتاع ومش عارف ايه، ومسكوني انا عشان انا المفروض ان انا اللي كنت بصوره، بس انا اديت الموبايلات لاحمد علي. وكده كده احنا كل تليفوناتنا ايفون، فهم مفكرين نفسهم اذكياء وان هم كده مسكوا الفيديو. الفيديو كان وصل للبيت واترفع على الاي كلاود، واحمد علي روح منتجه وراح رفعه. فيعني انا حابب اوجه لكم رساله، انتوا اغبى ناس في المجره بتوع شط ستانلي. في بقى رسالتين حابب اوجههم قبل ما نبتدي الفلوج بتاع النهارده. اول رساله كابتن نادر الرخ، اسم الرمل، اسم اول الرمل كابتن نادر الرخ والكابتن محمود، عشان الاثنين دول عملوا معانا فوق الواجب وزياده ولسه منضمين جداد للشوارجيه. الرساله الثانيه للعربجيه بتوع شط ستانلي، ان هم لما مسكونا وجم يبلغوا عننا، هم لما بلغوا عننا بقى قالوا ايه؟ ما قالوش اثنين بينطوا من على كوبري ستانلي، قالوا اثنين بيحاولوا ينتحروا من على كوبري ستانلي. فالدنيا اتقلبت في اسكندريه، ومدير الامن ذات نفسه جه ومامور اسم مش عارف ايه جه، وكانت الدنيا مقلوبه علينا في اسكندريه بسبب الاغبيه بتوع شط ستانلي. النهارده بقى فكره الفلوج، انا مع احمد علي الاول، صبح تاتا لسه شايفينه، ومعانا بودي صبح تاتا مش يعمل حاجه برضه في الفيديو بتاع النهارده عشان الفيديو بتاع النهارده فيه مخاطر كتير، ومعانا نادي مؤمن العميق واقف ودوم الدايره بتاعت مقلب النار. الفيديو اللي اتمسح، الفيديو الممنوع من العرض اللي احمد علي كان اتعمل فيه المقلب لما قرر صاحبي كروكس مقلب. انا كنت عامل فيه مقلب على فكره بس بسبب الكروكس الفرده اللي اتساحت. بس احنا واقفين فين بقى؟ في اعلى مكان في العالم. دلوقتي احنا هننزل نفطر ونضرب شويه غزل بنات عشان ناخد قوه وطاقه، واحنا مجهزين بقره الدباره زي بتاعه الخيط كده، وزنها 3000 كيلو. هننزل نلعب بيها ونعمل بيها مغامرات في الشارع، انا واحمد علي ومؤمن. خليكم معانا، احنا نسينا واحد اهم واحد معانا في المجموعه، نص المعجزه. احنا دلوقتي رايحين عشان نعمل الغزل البنات، معانا الصداده، طلع الصداده دي اللي بيتعمل جواها الغزل، والشفاطات مع احمد علي. احمد علي هيعلمكم الطريقه دلوقتي، عشان انا الشيف بتاعته الشيف الشربيني مسامسه، والجهاز ذات نفسه كله على بعضه اهو، المواتير والزراير والحركات. ده دي بتتباع يا جماعه لو حد عايز ينزل يعمل مشروع والدنيا دي في الشارع. مثلا بتاع دي بتتباع، يكلمنا على طول. مشروع الخير، احمد علي بيرعى الشباب ويرعى الرشكنات. يلا قول بس انت بتعمل ايه؟ انا بحط الفيشه بس. يلا ويا مش عايزينها نتسجن. بقول لك يا جدعان المكنه يعني هناكل غزل لما نتعمي. احلى حاجه بقى في الدنيا ما يبقى عندك مكنه غزل بنات بتاعتك بقى، يعني ما بتروحش بقى تشتري واحده بربع، لا ده انت هتعمل لحد ما هتتعمي. بس السكر هيتحط، المفروض ناخد السكر هيتحط. ايوه ولي صباعي. بس انت المفروض بتعملها على الهيت هنا، على الهيت. ده السخونيه ديت ماشي. بعد كده المكنه دي مركونه بقى لها فتره ما بتشتغلش. ماشي متلحوسه شويه بس عشان خاطر قله النضافه. انت عامل باور بتسخن بقى البتاع ده كده تحطه السكر. تسخن بتلف هوب هوب هوب. تاخدها دقيقتين كده تسخن. خد يا صاحبي تعال خد غاز بنص. هتدلع بالفيديو هتتشهر يلا. حسن احنا بنهزر، ده مؤمن هيتداش من النار. طلع هوا مؤمن هيتاكل ضرب بعد بس بنات، وهيتاكل ضرب بعد الكهرباء. احمد علي بتاع المؤمن ايش؟ بينا دور الجبار بقى عشان السينمات. عشان فلوس برضه لو عايز تحط فيها السينمات والفلوس والحركات، يعني بتاعت كاش ونقيس السينمات. دلوقتي بقى لنا تقريبا ربع ساعة المكنة عمالة تسخن، احمد علي شكله بيحور عشان ما ياكلناش غزل بنات ببلاش. لا انا باكلكم بفلوس، هو شهر بس اللي ببلاش يا جدعان حبيبي، كل ده بفلوس حبيبي حبيبي. المؤمن هياكل بفلوس؟ يا سعد انا اخوك، بس ده انا اخوك هياكل بفلوس. ده احنا كلنا من كفرة واحدة يعني. من كفرة من عندي والله. عسكري بقى انت في ايه بقى؟ عايز حد سوبر ماركت خلاص.
جامد. يلا جهز السكر. ايه دي اللي انت بتمسكه ده؟ ايه ده سكر؟ يعني الشوايه دول يعملوا كم واحده مثلا؟ يعملوا مثلا حوالي 10 ولا حاجه. 10 الشوايه دول؟ يا نهار اسود. يعني ما يجيبوش ربع كيلو سكر. الواحده بتتباع ب 5 جنيه وب 2 جنيه. شفت الناس حرامية ازاي؟ انا ما بضحكش عليك. ليه والله في بلدكم يا وسخين؟ يا وسخين. يعني بتغلوا في الحاج. هم يعملوا واحدة واحدة كله تمام. اوه ماي جاد. بس عشان مفيش معالق بقى يعملوا واحدة كله تمام. اوه يا ناري وريني شيفها كلها. دي حاجة مفضلة. بس دي بقى كانت من سكر بقى. بص الحركة. الله. بسم الله. عايزين نعمل أكبر غزل بنات اتعملت قبل كده في العالم كله. حاجة. المشكله مش في احمد علي يا جماعه، المشكله في الشاليمو. والله الشاليمو لو انا بعرف اعمل اشكال ممكن اعمل شكل شاور هنا. اوبا بوبا ده قال لك للسلعه. على فكره غزل المنام بيفضل كل شويه يطير واحنا عمالين نكبر فيه وهو هيصغر. لو انتم لاحظين يعني الشيف احمد علي شيف غزل البنات. الشيف شيبيني اللي غزل البنات. لو حد عايز يجي بص كده. اه ريت بقى ابعد بقى ابعد بقى. قول قول تعالى ورينا حجمها. ورينا حجمها. ايوه بقى حاجه اللي ببلاش بيبقى لها طعم مغري. بص محل سحس احلى واحد بيعمل اندومي في طنطا. مسا 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 على ضرب النار. ايه رايك؟ كله تمام. ايه رايك احمد علي في غزل البنات؟ واحد ضرب النار؟ شفتها ازمت. ويا كله شوية سكر قد كده. يا جدعان واحنا معديين لقينا حكمه مكتوبه على العربيه، فاحنا حابين نشارككم برضو الناس العبقريه اللي بتكتب الحكم على العربيه. كاتب البعد الثلاثي تناغم الشكل بمعنى المعنى اصح، البعد عن الجرائم بمعنى اعمل عبيط افتكل يميش عارف حاجه الحس ده البعد الثلاثي. الله يغفر العكوه. بص يا جدعان احنا واحنا ماشيين رايحين نفطر لقينا واحد محترم كاتب ايه؟ شاور وزيكو. شاور قلب قلب زيكو ده اللي هو الاسم المستعار بتاع احمد علي، اسمه احمد علي زيكو. شكرا حبيبي. نروح نفطر بقى. ما تعيش بقى. هنفطر وبعدين نطلع نكمل بقيه الدوباره بقى. قد طولي قد ايه كم مره؟ لا اطلع فوق هنا والف. الوصل بتاع دي المفروض ان هي بتاعت سلوك كهرباء وحاجات من دي وحاجات علميه كده انا مش فاهم هي يعني. عارف كره الدباره اللي هي بتاعت الخيط اللي بتبقى عندنا في البيت دي منها بس العملاق بقى. يلا بينا. تعالى بس الوزن. مؤمن عايز معلومه مفيده. وزن البتاع دي قد ايه؟ انزل بس. 4242 ده الوزن القائم والصافي 3794. يعني 4000 صفيت على 3. 3 ولا 3000؟ 3000. 3000 كيلو. بنلعب ب 3000 كيلو. محدش يجرب يعمل كده عشان الحاجات اللي احنا بنعملها دي خطر واحنا متدربين على كده. اوكي يلا حد يجي يشبك لي قبل ما نتمسك. لا تخافش لا انا متدرب. عايزين نجرب مدربين في الامام. ما تقلقش يلا انزل كفايه يا استاذ. ايه؟ انا دلوقتي اجرب انا واحمد علي نزقها برجلينا نقف على المسامير. المسامير هنا صغيره طبعا.
هنطلع نقف عليها زي ما هو واقف كده. هشام بكروكس الجامد، كروكس اللي اتحرق. خلاص الحركه دي حركه بقى ام بي سي اكشن بقى. تقول لي ام بي سي 2 ولا ام بي سي 1؟ ام بي سي اكشن على طول. يلا بس عمر اطلع من بره. حاسس كده اصلي استنى كده استنى انا لا بس بس يا جماعه انا بس بقى بص بص عمال يحاول يعلمها اول مره. حاسس كده مومي جاي فتقصد على البتاع من اول مره. حاسس مومي يا عم علمكم من اول مره. هنعملها مومي هيعملها علمني انا اخر واحد اعملها فيه. بقيس بس المسافات بس عشان نشيل بس الزباله. انا اهو حاسب بقى مع احمد علي هينط من اول مره. يلا صح ماشي يلا واحده بقى. دي ام بي سي اكشن. انا والله ما ظهر احصل حاجه. انا يلا بس انا خفيف ماشي. يلا اخف على خش شويه. يلا يلا خش خش وانا وراك على طول. كفى عالصوت شوية. افتح باب يلا باب يلا باب. استنى اصبر. التأمين عالي النهارده فعلا. تعالى مؤمن مأمننا تأمين 100% عشان ما عشان تعرفوا ان احنا مأمنين نفسنا. شيل الخطر. هتجيزك بس دي حتة رومانسية بقى. اخر الجنينة. ولا. بصوا يا جدعان هي نفس نفس الذات نفس بس دي بالكابلات بقى. بصوا عمق الكابل قد ايه كده. خلاص عشان خاطر احنا كنا ناسيين نعمل الفلوج ده. انا لسه راجعين من اسكندريه ولسه طالعين من الاسم ولسه انا تعبانين بس قلنا لازم نعمل فيديو عشان ننزله عشان ما نتاخرش في تنزيل الفيديوهات كده. دي نهايه الفلوج النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتنضموا للاداء. هو ده بيتنطط؟ تيجي تعمل اشتراك وتنضم لاداشم العيلة في اليوتيوب. افجر عيلة بص العيلة بندافع عن بعض وبندشم البعض. سبسكرايب ولايك سوديو.